كسرت الميزان مو أخماس أحرف من حروف أسداس. الشعر الراوي ولسانه يحدث التاريخ. الشعر الراوي ولسانه يحدث التاريخ. القوم اللي داست على الشعر تنداس. الشعر الحروف الأبجدية تطبع النظمة. الشعر من يكتب يتشرف البرداس. أخواني كتبت كل شيء بس شغله واحدة حزن عنه. كتبت كل شيء بس شغله واحدة حزن عنه. متحير يا ربي شبح العباس صلوا. الميرزا الاشكناني لما جاي العباس يقول انه يكتب قصيده بغيره العباس لكن احترق في شهده المطلع. ما يجي يكتب حياه العباس غيره العباس. انه يكتب قصيده بغيره العباس لكن احترق في شهده المطلع. ليش يا اشكناني؟ قال لان قصيده حسين الابراهيمي لانه قاعده بالمحفل القسم. عد عد. انه يكتب قصيده بغيره العباس لكن احترق في شهده قال يا ادري القصيده حسين يقراها وزينب قاعده بالمحفل وتسمع وبعد قال وادري بالصدر جالس على الكرار وادري بالصدر جالس على الكرار امير المملكه وبعرش يتربى وكل ما هو شعر يكتكر عباسي بالذهب واللعيبه وكثره الاخطاء. راض الفيصل يعاتبه، راض الفيصل يرد عليه، يقول لو يريدون الخرق نحكي بوصف عباس، ويريدون الخرق نحكي بوصف عباس، هو حتى الشعر لو جبنا اسم عباس يتونس، لو قلنا تقمط رادوا التفسير، والتفسير ذاك الضريح انكتب وتكرس، من ساعة الا دعاء انقط غير بس كلمة هتلمس، اخواني اكو قضية يعرفونها. ترى من ساعة ولادة عباس ما تقدرون من بين قوم الله الا بشر الروح راح تجيكم السنة. ويريدون الخلق نحكي بوصف عباس هو حتى الشعر لو جبنا اسم عباس يتونس. من ساعة السيارة علي من غير مسلو بالمهج ينمس. قال لها علي ام البنين وعلمها السر وهذا السر من الاقدس. نعم يعني زين ابنون انت تقوطينا وهذا بالسر وبس. انا طبعا اجيبهم وقفات عشان اخلي قصدي. هوني تفاجات اليوم بخبر عاجل. تفاجات بخبر عاجل وفد من السما نازل. حور الجنه والولدان كل من للور الشاي. هاي جمع كتابتكم من بيوتكم واعمالكم الليله ان شاء الله ابو فاضل ما يعرفكم والله يكون على اليقين. تفاجات بخبر عاجل وفد من السما نازل حور الجنه والولدان كل من للور الشاي. قصه الغار والحمات بموكب عالم وهايل. قصه الغار والحمات بموكب عالم وهايل وانا عيوني على التلفاز. وقفت بحيرة متسائل عجيبة هالخبر هذا لا مقتول لا قاتل شنو قصة الأخبار لا إعصار لا وابل. بقيت بلهفة أتأمل واسمع جملة القائل. بقيت بلهفة أتأمل واسمع جملة القائل. أعزائي للحضرون بعد الفاصل الواصل. أعزائي للحضرون بعد الواصل بعد الموجة الواصل ولما نقرب الموعد وبعد ما خلص الفاصل شفت برنامج المحبوب. وبعد ما خلص الفاصل شفت برنامج المحبوب وعرفت بهالمسا ايش حاصل. حدث في مثل هذا اليوم بعد يوم العصر حدث في مثل هذا اليوم انولد سلط النبل عادل ابو اليمه وقلب طه تبارك خالق الكامل. ابو اليمه وقلب طه تبارك خالق الكامل. وقف وشفت على الشاشه اخواني هم اعلان. شفت على الشاشه هم اعلان بس خبر لا يفوت العامل. شنو كنت اتوقع منه؟ ترى الحلقه
بلاد العباس ابو فاضل حلوان. أنا مالي يمدح العباس، مالي يمدح العباس، والعباس قطف موقفي من حق. أنا مالي يمدح العباس، قطف موقفي من حق. قالوا ايش قالوا وسولف النصارى، صرت قلب الموالي الليلة من فرحة. يا فقالوا وقالوا وسولف النصارى، صرت قلب الموالي الليلة من فرحة. قلت لهم صدر عن نفس الوجدان، ورفرف على الأرض جنحه عواصف، عواصف نزل بكوفان، عواصف نزل بكوفان. هذاك اليوم ما ينعرف فيه الوقت من صبحه ابو فاضل. عواصف نزل بكوفان هذاك اليوم ما ينعرف فيه الوقت من صبحه. اليفر من سيف ابو فاضل، اليفر من سيف ابو فاضل، اظن يرد معلمه قبره وحق. اليفر من سيف ابو فاضل اظن يرد معلق برمحه. لعب فيها وغدت ذبحه، ولعب فيها ولعب فيها ولعب فيها مثل ما يلعب البراء بالسبحه. صلوات.